السلام عليكم، بقاوتي واش راكم لاباس؟ ان شاء الله تعاودوا لاباس. معكم سكيري عبد العالي، مهندس برمجيات. اليوم نهضروا ان شاء الله على موضوع مهم جدا، يعني حتى انا تغيب لي فيه، اللي هو مناصب العمل اللي يعني المعروفه والمشهوره. سنروحوا الشجره هذه جميله، ان شاء الله ما تصبش نو برك. شوفوا الشجره هذه، رائحتها زكية. إذا قلت لكم اليوم نهضر على موضوع مهم، وهي مناصب العمل اللي كاينة في أوروبا. ونبقاو نتغداو حتى يجوا المشاهدين الكرام، ما دخل حتى واحد. البرد فارس، يعني البرد يسرى. دخل واحد، أيه مرحبا بك خويا. دقيقة برك نوجدوا الوجبة، وجبة إن شاء الله تعطينا لافورس. ونبدأ نهضروا على مناصب العمل اليوم. نهضروا على موضوع مهم جدا، نهضروا فيها ان شاء الله ما تصبش علينا النوم برك. وي نبدأ ان شاء الله. اول منصب عمل نهضروا عليه هو شيف دو بروجي ولا ديريكتور دو بروجي. ديريكتور دو بروجي واش هو؟ ديريكتور بروجي هو انه عنده مجموعه من الشيف دو بروجي يحكم فيهم. شيف دو بروجي، شيف دو بروجي يحكم في مجموعه من اللي شيف دو بروجي، هو شيف دو بروجي كبير يسموه. وكل شيف دو بروجي هو الهدف تاعه انه عنده بروجي معين. لو بدات تصب، نو بدات المطر ويحطير. واه مش هفير، نبدلوا البليصه ونرجعوا لكم اخوتي. واحد الخمس دقائق برك نشوفوا بليصه زينه ونعاودوا. كما قلت لكم نهضروا على مناصب الشغل، وش هو لموال مهو، وش هو ماستر ويب ماستر، ديفلوبر بروغرامر، كل هذا نهضروا عليه في خمس دقائق. نشوفوا منطقه يعني تعود محميه من المياه التي تتساقط من السماء. نشوف اتت على ان شاء الله خمس دقائق برك. يعني كي جا الغاشي درك صبت نوم. نهضروا ان شاء الله قلنا على لي ديفيرون تيب دو بوست دو ترافاي اللي كاينين في الاوروب. استنى هي وقيلا حبست. المهم استنى نريقلوا رواحنا، نشوفوا من بعد ولا نروحوا منطقه معزوله. هنديروا الخير اخويا، نبقاو في النوع على جاكم معليش. قلنا اول حاجه هو ديريكتور دو بروجي. وش هو ديريكتور دو بروجي؟ ديريكتور دو بروجي هو شيف دو بروجي اكسبيريونس، على شيف دو بروجي سما عنده، ماهوش مبتدئ سما عنده الاكسبيريونس، وعنده جماعه يحكم فيهم سما مجموعه من شيف دو بروجي يحكم فيهم، كشغل سوبيريور تاع لي شيف دو بروجي، هو يسموه ديريكتور دو بروجي. هدفه هو، الله يبارك فيك خويا يعطيك الصحة، هدفه هو واش هو شيف دو بروجي؟ هدف تاعه أنه هذا ديريكتور دو بروجي، أنه تولي شيف دو بروجي يخدمو يعني يخدمو خدمتهم، تسمى باش ما يديرابيوش لي شيف دو بروجي، خاطر هما ناس كيما أنا كيما حنا كيما لي ديفلوبر. بصح شي ديريكتور دو بروجي قال يجيب لهم بروجي، هو اللي عنده علاقة مباشرة مع الكوميرسيال، تسمى هو اللي نيغوسي لي بري مع الكوميرسيال، لابد يعودوا ديما مع بعضهم، يروحوا للكليون ويروحوا ينيغوسيو لي بري والحوايج هذيك. ومن بعد كي تجي لي كاي تشارج على لي كليون ولا يجي لي لا دوموند، يبعثها للشيف دو بروجي، وشيف دو بروجي ينيغوسي مع لاموا يعيطوا لها. اذا دوك نعاودوا نهضروا على لاموا. اهلا عليلو، السلام ورحمه الله، الراجل زين. وشو الموضوع اليوم؟ موضوع اليوم هو المناصب العمل اللي كاينين في لافورماتيك، يعني ما مش كلها اللي نهضروا عليها بصح يعني اغلب تاعها، اغلبيه تاع مناصب العمل. وسامحوني ناخذ خاطر ما كانش وقت.
قلت لكم الشاب بروجي هو اللي يخدم سواء يخدم كاي تشارج سواء يريكوبيري كاي تشارج من الكليون ويعاود يعاود يخدمه بالصفه تاعو هو بالاسلوب تاعو سما هو اللي يديريج البروجي من الزيرو بعد هذا هو الشيف دو بروجي دوكا ناخذوا على لامو ام او ا اللي هو اللي يقول لها ميتريز دوفراج هاس نقراو عليها وعنبالي ا ببري واش هي ونزيد نقراو عليها ميتريز دوفراج مو اي لو بيرسوناج ولو جروب سما ممكن يعود شخص واحد وممكن يعود جروب هذه لام او ا اللي هي ميتريز دوفراج هي ولا متر دوفراج كان سي ان جروب ولا واحد بيرسون اكسبيريمونتيف لازم يعود عندهم الخبره ديتاي هما اللي عندهم علاقه مباشره مع الزبون فهمتني ثم هما اللي يجيهم الكايت شارج على الزبون وهما اللي يهضروا مع سيبور دو كليون اللي يسموهم حنا سيبور دو كليون اللي هو الانترفاس تاع ليوتيليزاتور ثم المستعملين بصح في الحاله هذه هو كليون ماهوش مستعملين ثم المستعمل كليون هناك سيبور كليون سيبور كليون حاجه اخرى ثاني سيبور كليون بصح نهضروا على لاموا ساعه لاموا هي كما قلت نوي تصب عليا وسامحوني ربما راني معقد شويه لاموا هو سميس عنده علاقه مع الكليون الكليون ماشي دوموندي قال يدخل في حتى شاف دو بروجي شاف دو بروجي يخش في حكايه لاموا هذه حتى البرودكت اونر اللي هو شاف دو بروجي في طريق سكروم اجيل في لا ميثود اجيل عندنا البرودكت اونر ما عندناش شاف دو بروجي عندنا كلمه اسمها برودكت اونر هو شاف دو بروجي كبير شويه سما يخدم خدمه شاف دو بروجي بلس حوايج اخرين لا مو هذه يدخل فيها شيف دو بروجي يدخل فيها سكروم ماستر يدخل فيها يعني وعليكم السلام هذه الحكايه ثم عندها علاقه مباشره مع زبون ثم انت تعيطوا له قال خويا راك عندك اكسبيريونس رانا نسحقوا ام او راك تفهم بلي راك شيف دو بروجي ولا برودكت اونر هذه الاولى ولا داخل في الجروب تاعهم ثم راك تعاون شيف دو بروجي بصح تعتبر شيف دو بروجي اوكي دوكا نخشوا في حكايه لامو امو وراهي امو ميتريز دوفر هذيك الاولى دوفراج وهذه دوفر ميتريز دوفر واش هو اللي يجي بعد لامو اللي هي لي بيرسون او جروب هو بيرسون ولا جروب بروتكسيون دو بروجي دون سون ديتاي بيجي دي كاليتي ثم هو اللي يجيري البروجي من حيث البيجي من حيث الكاليتي من حيث البروغراماسيون من حيث كلش قادر يعود هو الجروب تاع ديفلوبمون في حد ذاته وقادر يعود لا هو ريسبونسابل تاع الجروب ديفلوبمون ثم قال عيطوا شركه اخرى اللي تحتوي على مبرمجين قال الجروب تاع ديفلوبمون من برا وهما اللي كونتروليهم قال اسكو الكاليتي تاع الخدمه صلحت مليحه اسكو ابليكاو شو دوموندات لاموا فهمني سما هما لي فيو على الحوايج هذه يعني يعود فيها زوز ولا ثلاثه من الناس ما يعودوش يعني بزاف الا اذا كانت هو الجروب تاع ديفلوبمون في حد ذاته سما التيست الحوايج تاع التيست حوايج تاع البوبليكاسيون حوايج تاع كلش حوايج تاع التيست تاع جيري البروجي كل سما تخش هنا في التكنيك هذا يقولوا الامو ولولا لاموا تخش في حوايج فونكسيونال سما هما لي سوبيريور على هذو لاموا هادو على لامو ولا مو سما كي تبدا بوست في خدمه كيما هذه اعرف بلي راك فايت الديفلوبر سما راك تخش في جماعه الشيف دو بروجي والديريكتور دو بروجي والحكايه هذه البرودكت اونر البرودكت اونر المفهوم هذا ظهر مع لا ميثود اجيل ما كانش بكري كاين كان شيف دو بروجي بكري ما كانش برودكت اونر برودكت اونر خرج مع لا ميثود اجيل هو عباره عن شيف دو بروجي عادي لكن ما يضيفوا له الحوايج تاع لا ميثود سكروم اجيل على جال هذيك ولا يسمى شيف دو بروجي مع لي زوبسيون تاعو يسمى عنده كلكو زوبسيون اون بليس يسمى هذا هو البرودكت اونر لو برودكت ماناجر هو ايغال برودكت اونر كاين اخرين غير يسموه برودكت ماناجر يسمى البرودكت اونر هو نفسه برودكت ماناجر
سامحوني ناكل خاطر ما كانش الوقت، لازمني ناكل نرجع نخدم، حتى كي نعود ناكل نعطيكم ليزانفورماسيون. ربي يا ربي تقبل مني برك، ما اناش نعبد فيك صح بصحك، ما ندو اجر في الامور هذه يا ربي يا حنين الكريم. روح سكروم ماستر، سكروم ماستر وش هو برودكت اونر فهمته، سما هو شاف البروجي مع لي زوبسيون برك، ظهرت مع لا ميثود اجيل. سكروم ماستر الثاني ظهر جديد هنا برك مع لا ميثود اجيل ثاني، بكري ما كانش نسمعوا به سكروم ماستر. سكروم ماستر هذا واش يدير؟ خدمته شويه كشغل اللي ديريجي برك، هو ماهوش سوبيريور، ماهوش منه نفس النيفو مع الديفلوبر، راهو في نفس النيفو مع ليكيب. قادر ديفلوبر اليوم يعود سكروم ماستر، غدوه يعود واحد اخر من ليكيب، ثم القصد ثم هو بروفيل ماهوش بروفيل تاع خدمه، مي ثم كشغل تاع مرحله برك. قال انا اليوم راني سكروم ماستر نجيري بوندون شهر، وغدوه عاد يجيري واحد اخر بوندون شهر وهي رايحه. يجيري واش معناتها يجيري؟ مش يتمعلم عليك ولا يلعبها شاف عليك ولا حاجه، لا هو خدمته يحرص على لي طاش انها دارت في وقت اللازم، ان لا دوموند تاع شاف دو بروجي ولا هو برودكت اونر كي نهضروا على ميثود اجيل ميتنو، باسكو سكروم ماستر هو داخل في الميثود اجيل، ثم نهضروا على البرودكت اونر برودكت لا هذا سكروم ماستر، ثم رانا نهضروا على ميثود اجيل. مالا لا ميثود اجيل هذه فيها سكروم ماستر، سكروم ماستر هو يحرص ان لاطاش تلمت اك حاصل مبلوكي خويا هات لي لاطاش تاعك ارواح تاعها، هو اللي قرر تم تقولوش اني حاصل خليني لا تقدرش صح، هو ما هو نفس النيفو تاعك بس خدمته هذه هي ماهوش يتمعلم عليك، بس خدمته يقول لك حبس تارك مبلوكي يا خويا، انا ما عندي يعني بالوقت، انا بعد شاف دو بروجي ولا برودكت انا اللي حاسبني اني ندير لازم ندير خدمتي، تارك مبلوكي قعدت فيها نهارين مرموم مش كملها في ثلاث ايام، وبقات بقالنا نهار واحد نعطيها واحد بريفور عليه يسمى بريفور عليك يخدمها في نهار، فهمني لازم هو يعرف كيفاش يسير الامور. هذا يقول له سكروم ماستر وشهريه تاعها غاليه، اخر من ان ديفلوبر اكسبير تاع ديفلوبمون، هنا كي يقعد اكسبير ما يلحقش الكاش ميلور ديفلوبمون، مش نهضر على شاف بروجي ولا حوايج فهمني، ما يفوتش كاش ميلور. سكروم ماستر يبدا يحق كاش ميلور فاسيلمون، هذه ونفس النيفو تاع ديفلوبر قادر تخش تا ديريكت بروفيل سكروم ماستر، هو كيما قلت لكم ماهوش سوبيريور، ماهوش لازم يعود يعرف تكنيك ومش بالضروره بصح شي كي تعود خدمته وحدها سكروم ماستر وحدها مش بالضروره يعرف التكنيك، وبصح كي تعود يسمى داخل في الجروب تاع ديفلوبمون غير يسمى منو يديفلوبي منو يخدم يسمى دوبل طاش كيما نقولوها، منو يديفلوبي منو يتكفل بالامور تاع سكروم ماستر، خاطر خدمته شي غير نحي التيكي هذا هز التيكي هذا، قال بدل هذا، قال اعطي له الميسيون هذه، قال تحبس الخدمه هذه مدها لهذا، قال وراكم، قال عيط عليهم، قال الجماعه مش عيط عليهم انت هاو سوبيريور كما قلت لكم، تذكرهم بالوقت، تذكرهم ديما، تذكرهم بالامور هذه. هذا سكروم ماستر. دركا نهضروا على الويب ماستر. سكروم ماستر صاي الويب ماستر، الويب ماستر هو ملتي تاش، ثم عنده يخدم عده خدمات يعني. ومن الاسم ويب اش معناتها؟ يعني عندها علاقه بلي سيت ويب، ما نقدروش نقولوا ويب ماستر هو في ابليكاسيون ديسكتوب، يسمى كيعود ويب ماستر وش هو؟ هو عباره عن ويب ديزاينر، بروغرامر، انتجراتور، يعني في الخصال كل، حتى في الاناليز يقدر يشارك في لا ريداكسيون يعني الكتيبه تاع سبيسيفيكاسيون، نقولها سبيسيفيكاسيون تكنيك، لان شاف دو بروجي كيجيك بالكاي تشارج تاع الكليون يعاود هو يكتب لك كاي تشارج تاعو هو ويعطيه لك، وانت تخدم سبيسيفيكاسيون تكنيك، ممكن تعود شاف دو جروب، نقدروا نعتبروه شاف دو جروب، ترى نخدمت الخدمه هذه تاع شاف دو جروب. شاف دو جروب هذا عنده مجموعه من ديفلوبر لي ديفلوبمون كيما تشبه السكروم ماستر، بس السكروم ماستر قلت لكم راهو خاصه بالاجيل، لا ميثود اجيل، وهو يعني لا بليبار دو طون وقت وتكنيك، قال لي يخش في التكنيك ويخش في الوقت، قال اخدموني في الوقت الفلاني اخدم لي تا بلوكي تا باش يجيري برك ليكيب، بصح هذا ويب ماستر هو بليس فونكسيونال يعني على التكنيك.
ثم يجيري البروجي من حيث السيت، مش بروجي بكري نهضروا على البروجي، درك نهضروا على السيت خاطر ويب ماستر، من حيث الديزاين قال ديزاينر حاصل اي نعاونه، خش ديريكت نبدا نخدم معاه، قال البروغرامر حاصل خش نخدم معاه، قال نسحقوا دي سبيسيفيكاسيون ديتاي خاطر جاني كاي تشارج تاك 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 تاك، ما فهمش ديفلوبر نزيد نديتايلو، قال دير بوطون لونها بالاحمر حطها في السطر الفلاني، دير السي اس اس الفلانيه، قال لي اتصل مع الديزاينر قال لي ما لي زيماجون حطيتهم، حطيتهم بلايص فلانيه، ها لي زيماجون حطهم تلقاهم في البلايص فلانيه، تاك تاك تاك، يعني لي ديتاي هذا كل هو الويب ماستر، هو اللي يديره هذا الويب ماستر، يدير كلش الويب ماستر. زيد واش وصلنا ديفلوبر انتجريتور بكري بكري زي ودركا زي تبدلت الحكايه شويه، بصح معليش نزيد نهضر لكم على ديفلوبر انتجريتور. ديفلوبر انتجريتور سامحوني الحمد لله شكرا. ديفلوبر انتجريتور شي هو هو سي ان ديفلوبر اللي هو اللي لازم يعرف ديما علاقه بالويب، هذه علاقه بالويب انتجريتور، كلمه انتجريتور اسمها رواب، با انتجري الشيء اللي داروا الويب ديزاينر يابليكيه، سما دار لك لي فوتو ودار لك الامور تاع السي اس اس ولا الشي ام ال، عنده دروا يخش السي اس اس ولا الشي ام ال تاع الويب ديزاين يعني موديفي فيهم، وعنده وهو اللي يدير لا غولاسيون ما بين لا باز دوني، سواء اذا كان بروغرامر انتجريتور سما كان دوبل بروفيل، الا عليه لو خويا ربي يخليك، اذا كان عنده دوبل كومبيتونس قال دخلوه بعد يخدم، قال اذا دخلوك انتجريتور برك قليله هذه، وني دخلوك انتجريتور برك وين تقبض غير جافا سكريبت تلصقها مع لي زابيل تاع لي ويب ابي، هذا يسموه غير انتجريتور برك ما يدير والو، بصح كانك ديفلوبر انتجريتور سما انت اللي تخدم لي روكيت اس كيو ال بكوتي باك اند يعيطوا، تخدم باز دوني تخدم كلش وتزيد تلصقوا مع واش عطى لك الويب ديزاينر، الويب ديزاينر نورمالمون يخدم لك السي اس اس ولا الشي ام ال، هذه بكريه بصح درك راهم بداو يتبدلوا ولا الويب ديزاينر ولا بليس كو سا ولا ميتي ما يخشلكش الديتاي سي اس اس واش يعمل، يعطيك غير لي ماكات برك خاطر ولاو لي ماكات 3 دي ولاو لي ماكات مش عارف واش تاع الموبيل ولا كثرت عليهم الخدمه، بداو يتنازلوا على الاش يعمل سي اس اس يقراهم صح بصح في الخدمه مع عادوا غير يرسموا برك ويعطيك لي كود تاع الاش يعمل تاع الكود كولور، يعطيك التمبليت كيما نقولوا ما يخش ما يخدملكش سي اس اس ولا الاش يعمل، يعني غير هنا برك جديده الحكايه هذه، خاطر تلمو كثرت عليهم لي تومبليت، يقول لك ها التومبليت تاع السيت تاعك كي يظهر في الموبيل ها وينو، وكي يظهر في السيت ها وينو، في الديسكتوب ها وكيف ديرو، فهمني كيفاه، على جاليك بدات تكثر عليهم الخدمه، بداو يتنازلوا على لاش يامال والسي اس اس، تاني قبل كانوا يخدموا هذا الويب ديزاينر يخدم لك لاش يامال والسي اس اس، وانت انتجريتور تهز لاش يامال والسي اس اس اللي خدمه لك الويب ديزاينر وتلصقهم على باز دوني، هذا يسموه انتجريتور ديفلوبر، انتجريتور وحده عندك واحد يخدم لك لاباز دوني هذاك يخدم لك الويب ابي، وانت غير تنتجري برك تلصق مع الويب ديزاينر واش عطاك و الباك اند واش عطاك، نخشوا في الباك اند والفرونت اند، الباك اند هذا بروفيل ثاني بروفيل جديد ولا يسموه باك اند فرونت اند وفول ستاك، الباك اند انه يخدم مع كوتي باز دوني وكما هضرنا لي روكيت اس كيو ال لي سيرفر لي فيشي والحوايج الحمد لله، الفرونت اند يخدم لك هو السي اس اس ولا الشي ام ال الحوايج تاع الديزاين والجافا سكريبت اللي هي دركا ولات يعني ولا الكوتي فرونت اند ولا بروغراماسيون يعني مش كيما قبل غير كوتي كلش في السيرفر وكوتي كليون غير ديزاين برك، دركا ما ولاش كوتي سيرفر ديزاين كوتي كليون ديزاين ولات بروغراماسيون تلقى فيه حتى الام في سي دير فيه ديزاين باترن تسمى الجافا سكريبت، والفول ستاك اللي يخدمهم في زوز قال انا وانت لوحوني نلقى روحي هذا يسموه فول ستاك، اخر بروفيل وخلوني نتغدى على روحي هو الويب ديزاينر، الويب ديزاينر انا هضرنا عليه انا قلنا بلي يخدم لي صور وبكري كان يخدم غير تصور ولا شي مال سي اس اس، دركا ولا يخدم لك غير لي ماكات بالصور ومش يعني لي ماكات تصور كما نقولوا يعطيهم لك ولا يعطيك غير لي كود شي مال والحوايج هذيك تاع لي كود كولور وخلاص، ان شاء الله هذو هما الحكايات بدات نوصل التقوى وانا ما كملتش غدايا
وان شاء الله وفي رواحكم وسامحونا يا جماعه ومره جايه ان شاء الله. السلام عليكم. ان شاء الله منين نلقاو فرصه نفيدوكم ان شاء الله. بالتوفيق.